في الساعة 1:54 بالضبط شهدنا تحليق لطائرة حربية في أجواء جبل الزاوية. حسب المراصد كان هذا التحليق لطائرة روسية. الطائرة استهدفت سوق شعبي في قرية بليون. هذا السوق مكتظ بالمدنيين، يأتيه الناس من كل قرى جبل الزاوية. كما تشاهدون دمار واسع في المنازل وفي المحال التجارية. سارعنا إلى المكان وقمنا بانتشال الشهداء وإسعاف المصابين. كان هناك العشرات بين جريح وشهيد. لا نعرف الحصيلة بدقة كون أن الإصابات تحولت إلى المشافي القريبة والمشافي الحدودية، وبعض الإصابات تم تحويلها إلى المشافي التركية. إلى الآن تقوم فرقنا بالبحث بعملية البحث والإنقاذ، لأن هناك أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض. لفن